حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام مع صباح الخير يا كويت وأولى لقاءاتنا الحوارية، وهذا اللقاء إن شاء الله بنتكلم فيه عن جمعية الطب البديل الكويتية، وهي جمعية مهنية اجتماعية، جمعية نفع عام متخصصة في الطب البديل، تسهم في التنمية المجتمعية والتوعية المنظمة للطب البديل والتكميلي، وذلك برصد المستجدات العلمية والممارسات العملية المهنية الفردية والمؤسسية وتنمية البحوث والدراسات المعتمدة لطب المستقبل. أكيد عبد الرحمن، بتكلم أكثر حول فكرة تأسيس الجمعية وأيضا تخصصاتها. أكيد نرحب بضيفنا وضيفكم مشاهدين الباحث الدكتور زبن العتيبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الطب البديل الكويتية. يا هلا فيك ونرحب فيك في صباح الخير يا كويت. يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله. الله يحييك. سعيدين بلقائكم. واحنا اسعد كذلك بوجودك معنا دكتور، ونتكلم عن هذا المجال اللي يجهله الكثير من الناس، مجال الطب البديل، فودنا تعرفنا بهذا المجال وتعرفنا ايضا بالجمعيه، جمعيه الطب البديل. هو الطب البديل مجموعه تقنيات علاجيه معتمده وفق منظمه الصحه العالميه ووفق المنظمات الصحيه الدوليه، واعتمدوا أكثر من 60 تقنية علاجية في هذا المجال. جمعية الطب البديل طبعا جمعية كويتية مهنية، أول جمعية على مستوى الكويت وعلى مستوى الخليج، ورائدة على المستوى العربي، متخصصة في تقنيات الطب البديل والتكميل، إيه الوسائل العلاجية التي يحتاجها كل إنسان. جميل. وزيادة الإسهام في هذه من خلال هذه الجمعية على أساس زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع. حلو. مثل شنو التقنيات دكتور؟ التقنيات طال عمرك مثل الريفلكسولوجي، الكايروبراكتيك، الاستيوباثي، الإبر الصينية، الحجامة، الهوميوباثي، الأيروفيدا، الطب الصيني، الطب الهندي، الطب التجانسي، ما شاء الله، الطب اليوناني العربي، يعني متعددة ومتنوعة. ما شاء الله، تخصصات وايد في هذا المجال، وكل تخصص ترى لا دراسة منفصلة عن التخصص الآخر. أكيد. يعني يبي له تقريبا سنوات دراسة في الجامعات المعتمدة خارجيا. إن شاء الله دكتور، نبي نعرف منك دور الجمعية في المجتمع، شنو دوركم؟ احنا دورنا طال عمرك استطعنا أن نحقق من خلال بعد الإشهار، احنا أشهرت الجمعية بقرار من وزارة الشؤون في 67/1/2015 5/5/2015، احنا كنا في 2006 مقدمين للإشهار لكن الإشهار تأخر إلى 2015، واستطعنا من خلال دورنا من 2015 ان ننتشر انتشار كبير جدا، ووصلنا الى شريحه كبيره جدا من المجتمع من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات والفحوص المجانيه اللي كانت عندنا والمحاضرات المجانيه، انتشرنا في كثير من الجهات اللي موجوده من خلال الدواوين، من خلال زيارات المدارس كذلك، على اساس ان نستطيع ان نوعي اكبر شريحه من المجتمع بهذه العلوم، علوم تقنيات الطب البديل. استطعنا كذلك في ازمه كورونا ان نشكل لجنه علميه للتصور المعالجه، واستطعنا ان يعالجون عندنا المختصين في هذا المجال اكثر من 1000 حاله مرضيه في هذا المجال، وكان لنا دور ايجابي في الازمه. حلو. نعم. دكتور، ذكرت وايد تشعبات وتفرعات للطب البديل، يعني احنا ما نعرف في منهم الا يمكن 2-3، الباقي ما نعرفهم، هل هناك مختصين اليوم بالكويت في كل مجال ذكرته؟ اي نعم، احنا في شوف احنا عندنا مشاريع كبيره ومتعدده، استطعنا ان نحقق من هذا المشروع، احنا 11 مشروع عندنا، المشروع الاولاني هو المركز التدريبي المهني. من خلال هذا المركز التدريبي المهني عملنا دورات متعددة لتقنيات الطب البديل على أساس أن نخلق جيل من الكوادر الوطنية محترفة ومتقنة لهذه المعالجات، من خلال أسسنا روابط علمية، مثلا أول رابطة على مستوى الشرق الأوسط رابطة الحجامين الكويتية، كذلك رابطة الاستيوباثي الكويتية، رابطة الإبر الصينية الكويتية، رابطة الماكروبيوتيك الكويتية، وهذه روابط علمية متخصصة من خلال
إيجاد كوادر كويتية وطنية على أساس أنها تعالج في هذه المجالات. جميل دكتور، نبي نعرف منك شنو هي رؤية ورسالة جمعية الطب البديل؟ رؤية للجمعية، نحن نبحث عن إيجاد بيئة اجتماعية خالية من الأمراض. هذه الرؤية الأساسية. ثم الرسالة اللي عندنا أن نشر ثقافة علوم الطب البديل وتقنياته على أساس إيجاد كوادر وطنية تحترف هذه المهنة وتكون متقنة لعملها وتحقق الهدف المرجو من إيجاد بيئة اجتماعية صالحة. ممتاز دكتور، هل في تعارض ما بين الطب البديل والطب العام اليوم؟ هل هناك يعني اعتراضات أحيانا بعض الأطباء في المستشفيات على بعض البحوث اللي تطلع في الطب البديل؟ هل هناك اختلاف بينكم وبينهم ولا أنتم توافقون معهم في نفس المسار؟ هو شوف، احنا نعتبر الطب البديل والتكميلي والطب الحديث المتداول خطان متوازيان مثل الطائر بجناحين، الهدف انه يصل الى مكانه. يستطيع يطير بجناح واحد؟ مستحيل. لذلك يطير بجناحين. احنا نبحث عن هذه الجناحين على اساس نوصل المريض والمصاب الى بر الامان من خلال تقنيات الطب الحديث ومن خلال تقنيات الطب البديل. لان شنو، كل رؤيه للمعالجه تختلف عن الاخرى. ليش؟ الطب الحديث يعتمد على شنو؟ الممارسة، على الطب الغربي المدرسة الغربية. الطب البديل والتكميل يعتمد على إيش؟ الفلسفة والمدرسة الشرقية. ولذلك هذيلا يعني مدرستين. ما تعتمد على التجربة دكتور الطب البديل؟ لها عمق تاريخي. لها عمق تاريخي آلاف السنين. الطب البديل والتكميلي والشعبي لها تاريخ عميق يرجع إلى آلاف السنين. فبالتالي هذه التجربة التراكمية للطب البديل والتكميل أعطى تميز وقوة في المعالجات المستعصية. يعني عندنا المشكلة الآن، هل تكاليف المعالجة قلت ولا زادت؟ زادت. هل الأمراض المزمنة وقفت عند حد أم زادت؟ زادت. زادت. فبالتالي أنت عندك تجربة حساسة ودقيقة. نقول إحنا الطب البديل والتكميلي عنده خط آخر للمعالجة وتخفيف، حتى منظمة الصحة العالمية قالت أن انتشار الطب البديل والتكميلي والتقلي الشعبي انتشار مذهل ودراماتيكي مثير للدهشة. نعم، فالطب البديل هو الطب الشعبي يعني؟ إيه، الطب البديل والتكميلي هو الطب أيضا الطب الشعبي. لا، هو المصطلح الطب البديل والتكميلي انتشر هذا المصطلح في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في أستراليا، في أوروبا، في دول الخليج. الطب البديل. أما الطب الشعبي أو التقليدي انتشر وين؟ انتشر في أمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول الباسيفيكي اللي هي المحيط الأطلنطي اللي صوب اليابان وسنغافورة والمناطق هذه. فهذا مصطلحين موجودين يعني، وبس يحققون الهدف المشترك. إن كان طب شعبي أو تقليدي يعتمد على الطب الكلي، إن كان طب بديل وتكميلي يعتمد على التقنيات المنبثقة من هذا العلم. مثلا الطب الصيني، الطب الصيني موجود من آلاف السنين، لكن بدأ يأخذون منا تقنيات معينة مثل الإبر الصينية، الأعشاب، المساجات والتدليك وما شابه ذلك، الموكسة وهكذا. فمثلا طب التجانسي أو المثلي أخذوا منا الهيميوباثي كتقنية وانتشرت بشكل فظيع. لذلك منظمة الصحة العالمية وضعت أول استراتيجية للطب البديل والتكميل. دكتور، نبي نعرف منك يعني كل جمعية لها استراتيجية ولها خطة. نبي نعرف شنو استراتيجية جمعية الطب البديل؟ احنا انطلقنا من استراتيجية الطب البديل من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، من جهله إلا السام وهو الموت. وانطلاق من الحديث الثاني: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. احنا عندنا فتوى من وزارة الأوقاف 62 عين
2016 درست أنشطة الطب البديل ووضعته من خانة علم ينتفع به، ولذلك أفتت بجواز دعم أنشطة جمعية الطب البديل. كذلك قال أبو الطب أبو غراط، قال يجب أن يكون، يجب أن يبقى الدواء أولا وأخيرا بدون أذى ولا ضرر. فهذه الاستراتيجية المنبنية على هذا الفكر استطعنا من خلالها أن نركز على ثلاث أخطاء واقعين فيها كثير من الناس، واللي هو الخطأ الشائع والخطأ المؤلم والخطأ القاتل. الخطأ الشائع، يعتقد كثير من الناس أن الطب البديل وتكميله هو طب العطارة أو طب الأعشاب، وهذا خطأ شائع جدا، لأن طب البديل والتكميل فيه 60 تقنية كما ذكرنا، والأعشاب جزء من هذه المنظومة المتكاملة. الخطأ الثاني هو الخطأ المؤلم. الخطأ المؤلم شنو؟ أن كثير من الأطباء ما أدركوا فهم الطب البديل والتكميلي، الطب العام تقصد؟ إيه الطب العام. لذلك إحنا هذا خطأ مؤلم، عدم الاعتراف بالطب البديل والتكميلي، ويحذرون بعض أطباء ويحذرون العام مع العلم أن منظمة الصحة العالمية وضعت أول استراتيجية للطب البديل واعترفت به. بعدين وزراء الصحة الخليجيين في 2010 في أبوظبي باجتماعهم أدرجوا الطب البديل والتكميلي ضمن الرعاية الصحية الوطنية. بعدين شكلوا لجنة تنفيذية لمجلس التعاون. بتطبيق. واضح دكتور أن هناك اعترافات من العديد من الجهات اليوم. فبهذا سميناه خطأ مؤلم. أيضا ودي معلومة بس للمشاهدين أوضحها. ألا وهي يعني مثلا اليوم لو في مثلا أحد المرضى اللي قاعد يتابعنا، هل تكون خطوته الأولى للعلاج لداء هو أصيب فيه هو الذهاب إلى الطب البديل ولا الذهاب للطبيب العام؟ هذا الخطأ القاتل. هو عدم وجود الاختيار لدى المريض. لأن الآن في أوروبا مثل الصين والفلبين ونيوزيلندا وسويسرا وفرنسا وتشيلي وكثير من الدول دمجت الطب البديل والتكميل ضمن الرعاية الصحية الوطنية، فعطت الخيار للمريض أنه يختار أدش أنا بمعالجاتي في هذا الخط أو في هذا الخط. وبدأت في وجود مستشفيات وعيادات وجامعات تدرس هذه البرامج. لذلك أنا شو أقول للخطأ؟ فاليوم أنت تنصح المريض بأن له الخيار. له الخيار. ليش قالت المنظمة؟ قالت من العدالة أن يوضع التأمين الصحي للطب الحديث اللي موجود وكذلك الطب البديل والتكميل على تقنياته ومعالجاته. لذلك فرنسا وسويسرا الآن وألمانيا وفنلندا تضع تأمين على، وألمانيا كذلك، على المعالجات في الطب البديل. يعني البطاقة عافية تروح. بس ليش قاتل دكتور عاد؟ يعني ما هو الخيار موجود للجميع اليوم. لا ما في خيار الآن. يعني أنا عندي بطاقة عافية ما أقدر أدش على مراكز معالجات الطب البديل. ليش؟ لأنه مو موجود فيها. هذا ما في عدالة. فأنت تبي أنه يكون ضمن التأمين؟ لازم ويجب على هذا اللي نقوله إحنا الخطأ القاتل. بس إذا اعترض دواء الطب البديل مع دواء الطب العام قد يسبب خطأ قاتل للإنسان نفسه. طبعاً. ولذلك إحنا ليش نقول التعاون فيما بين الطب البديل والحديث؟ ليش؟ لأن إحنا بنطلع كوادر وطنية متقنة لهذا العمل وفاهمة إيش قاعد تسوي. لذلك إحنا نقول للمريض اللي قاعد يأخذ أدوية معينة ويتعالج عندنا لابد أن يكون تنسيق بين الطب البديل والطب الحديث، بين الطبيب العام والطبيب الطب البديل. ليش؟ لما يندمجون في الرعاية، منظومة الرعاية الصحية. لذلك إحنا سوينا، عملنا قانون للطب البديل والتكميلي من 5 أبواب 55 مادة 14.55 مادة 5 ملاحق والمذكرة التفسيرية، والآن مقدم في مجلس الأمة من فترة، والآن جددنا التوجه هذا على أساس تطبيقه. ليش نبي نطبق القانون؟ على أساس أنه
نصل إلى هذه المرحلة اللي تفضلت فيها. أن لا يصير تعارض بين العلمين على أساس نحقق الهدف المرجو للمريض. نعم. أكيد دكتور. دكتور زبن العتيبي، إحنا وصلنا معاك لختام الحلقة، نبي كلمة أخيرة على السريع حاب تقولها للمشاهدين. كلمة أخيرة مثل ما قال، شوف الطب البديل والتكميل لا يسعى إلى الربحية، لذلك أعظم طبيب إكلينيكي وهو الرازي قال إذا استطاع الحكيم أن يعالج المريض بالأغذية بدلا من الأدوية فقد وافق السعادة. لذلك إحنا اليوم قاعد نعمل معرض كبير جدا من أكبر المعارض الدولية للمنتجات وخدمات وأدوات الطب البديل والتكميلي بمناسبة الاحتفالات الكويتية إن شاء الله، راح يكون كل ما هو طبيعي داخل هذا المعرض، وإن شاء الله ينتشر، لأن الهدف أنه العلاج بالغذاء نقدر نقول أو العلاج بما يتعلق في تقنيات الطب البديل والتكميل، وراح يكون له ضجة إن شاء الله كبيرة، ونسأل الله عز وجل التوفيق بإذن الله. حياك الله دكتور، الله يحفظك، مشكور وجودك معنا، شكرا على هذه المعلومات الجميلة، وبالنهاية يعني كل الناس أحرار في اختيارهم، ونتمنى إن شاء الله اليوم إذا كان هناك بالفعل فائدة ولا علاجات مجربة لبعض الأدوية أن يكون هناك تعاون لا شك من الأطباء المستشفيات في ملاحظة هذه الأدوية واستخلاص التركيبات المناسبة وتحويلها إلى يعني بعض الأدوية اللي تسهل على المرضى اليوم علاجهم، ونتمنى الشفاء والسلامة للجميع إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر لضيفنا الباحث الدكتور زبن العتيبي رئيس مجلس إدارة جمعية الطب البديل الكويتية، وعندنا فقرة عبد الرحمن تتكلم عن للحياة، معنا فقرة مع دكتورة منى القطان الاستشارية التربوية والاجتماعية، بنتعرف فيها على المعاني والقيم اللي لازم الواحد يعني يكون فيها. أكيد راح نشوف معكم هذه الفقرة بعد الفاصل.